البرنامج برعاية شركة أبوظبي للخدمات الصحية. صحة شريكك الصحي مدى الحياة. أرحب فيكم مشاهدين الكرام في حلقة اليوم من برنامجكم المباشر والأسبوعي كيف الصحة. لكل الأمهات حديثات الولادة، كيف تتعاملين مع مولودك الجديد هو موضوع حلقتنا اليوم، واللي بنتابع فيه نصائح وخطوات هامة جدا يجب على كل الأمهات الجديدات الانتباه لها واتباعها بدقة. إذا محاور حلقتنا اليوم ستأتيكم كالتالي: أول شيء بنتكلم عن كيفية التعامل مع الرضيع، وثانيا الأمهات واكتئاب ما بعد الولادة، وأخيرا تغذية الأم المرضعة. طبعا نذكركم بأرقام الهاتف تقدرون تسألونا وتطرشون لنا أسئلتكم أو تكلمونا وتتواصلون معنا، وأيضا عن طريق التويتر، فخليكم معنا ومتواصلين معكم. كيفية التعامل مع الطفل الرضيع ليست بالمهمة الهينة، خاصة على الأمهات حديثات الولادة. فهاجس الرضاعة الطبيعية وفوائدها، ومتى يمكن الاستعانة بالحليب الصناعي، ناهيك عن الالتزام بجدول التطعيمات ومواعيد زيارة طبيب الأطفال. كلها تساؤلات عديدة تطرحها الأمهات لضمان نمو أطفالهم بطريقة صحية وسليمة. قبل الحديث عن كيفية العناية بالطفل الرضيع، خلونا نشوف هذا التقرير. الوضعيات اللي ممكن الام تاخدها هي وعم بترضع كتير، منذكر انه الام هي اللي بتنقي الوضعية اللي بترتاح فيها اكتر شيء. في كتير امات بحبوا يرضعوا هن ونايمين بالسرير، هذه وضعية فينا نستعملها. الام بتكون نايمة على جنب والبيبي جنبها، بهالوضعية اثنيناتهم بيكون مرتاحين. بس في ثلاث اشياء بدنا على طول ننتبه لها، مثل ما قلنا انه البيبي يكون على مستوى حلمة الام، وتخلي البيبي هو يعني يفتح تمه ليلقط حلمة الام. شيء تاني، لما بيكون البيبي نايم معنا بالسرير بدنا نهتم انه ما نغفى نحن وعم نرضع البيبي. واهم شيء انه اذا الام على اي ميديكيشن، اي ادوية عم تاخدها، ما تحط البيبي معها بالسرير، ما ترضع البيبي هي ونايمة بالسرير. مفروض تصحى تجلس على الكرسي وترضع البيبي. غير وضعية الام بالسرير، في عنا الوضعية بتكون الام جالسة فيها على الكرسي، مختلف وضعيات ممكن تحمل فيها البيبي. بمختلف الوضعيات رح نروح على الكرادل هولد، اللي هو الوضعية الكلاسيكية للبيبي. الام بتكون حاملة البيبي، حاطة البيبي على ذراعها وسبورتينج راس البيبي بايدها. الوضعية الثانية اللي هي كروس كرادل، يعني الام بتكون عاكس البيبي على صدرها، بتكون نفس وضعية الكرادل. الام حاملة البيبي وسبورتينج راس البيبي بايدها، بس لقطته عكس عن صدرها. هي كمان اوقات لما بيكون في عنا صدر البيبي ما عم بيكون في تجمعات حليب بالصدر على ميله وحده، نستعمل هاي الوضعيه لانه البيبي بيقدر يشفط كل الحليب من كل اتجاهات الصدر. الوضعيه الثالثه اللي كمان ممكن نستعملها، وهيدي اكثر شيء بنستعملها لما الام بتكون عامله عمليه وفي عندها جرح ببطنها ومش قادره تحمل البيبي بالكرادل بوزيشن، اندر ارم بنسميها، او تحت الابط. الام بتحمل البيبي تحت ابطها اندر ارم، وبتكون حاطه يعني البيبي والفيس ذا بريست ذا سيم بريست، نفس الصدر اللي هو حاطه البيبي على جهته.
وبكل الوضعيات برجع بذكر انه لازم الام تنتبه انه البيبي يكون على مستوى الحلمه وانه البيبي هو اللي يفتح تمه ويلقط الحلمه, not to force, مش نجبر انه ندخل الحلمه داخل تم البيبي. ففي اولاد وخاصه الاولاد اللي بتحس الام هي اللي بتصير تعرف انه بتحس انه البيبي تبعها عم بيعبي غازات كتير, مفروض حتى بنص الرضاعة أوقات توقفوا وتطلع الغازات اللي بيكون اللي بتكون بمعدته, اللي نحنا منقول جشع البيبي أو الدش البيبي. يعني البيبي بينحط بوضعية sitting position, منوقف البيبي ومنجرب نرتب شوي على ظهره كرمال الغازات اللي موجودة بمعدة البيبي هو عم بيرضع تطلع. الأم بتسمع تتشية البيبي مثل ما بتسمع أي يعني بتعرف إنه دش البيبي. في عنا عدد من الأطفال ما بيدشوا حتى لو جربنا معهم إنه ندشيهم it's not a problem, مانا مشكلة. هيدا هي الأم بتصير تعرف إذا البيبي بحاجة إنه يدش أو لا. من بعد هذا التقرير خلونا نرحب بالدكتورة إيمان الشيباني استشارية طب أطفال بمدينة الشيخ خليفة الطبية. يهلا فيك دكتورة معنا. أهلا فيك. كيف الصحة اليوم؟ الحمد لله دكتورة. اليوم حلقتنا حلوة نتكلم فيها عن أطفال حديثي الولادة, وحابين أول سؤال نتكلم عن مواصفات اللي طبيعية للطفل أول ما ينولد, شو لازم تكون كيفية؟ طبعا المواصفات الطبيعية يعني إذا تكلمنا عن اللحظات الأولى. نعم. عند خروج الطفل فعادة لازم يكون الطفل يصرخ, في نشاط, في حيوية, لونه يكون أحمر داكن. نعم. لأنه لو كان عكس ذلك هاي مؤشرات يعني أنه في خلل. نعم. والتنفس على أساس البكاء الفوري هذا بيساعد الطفل أنه يبدأ عملية التنفس. نعم. واللون الأحمر هذا يعني مؤشر أنه جريان الدم في جسم في كل يعني لونه يكون مؤشر هذا وردي فاتح غثي غامق. وفي نفس الوقت يكون عادة على الطفل أول ما يتولد طبقة دهنية. نعم. هاي يعني كانت تساعد الطفل أثناء الرحم على الحركة يعني جوا في الرحم, وفي نفس الوقت تحميه عند الخروج من الجراثيم تحمي. نعم. جلد الطفل يعني. نعم. سبحان. فهذه مهمة الطبقة. نعم. وهذول الخصائص الطبيعية. وبعدين طبعا زي ما حكينا الحركة والتنفس والرضاعة. بعد ذلك ينصح أن الطفل يوضع على أمه من اللحظة الأولى عملية الالتصاق جلد الجلد أثناء بعد عملية الولادة. وليش هذه المهمة؟ هذه المهمة في الرابط بين الأم والطفل. نعم. لأن هذا الرابط هذا الرابط يساعد يعني الأمهات أنه عملية الرضاعة تكون تتم بسهولة وسلسة, ويكون في رابط يعني عاطفي لأنه طبعا محتاج الطفل مش بس غذاء, محتاج عواطف ومحتاج عوامل إشباع نفسي يعني. نعم. فهي بالنسبة للموضوع الأشارات الأولية. الأولية. نعم. وبعدين عملية الخروج والتبول بعض الأطفال من على طول, وفي أطفال يعني ممكن توصل إلى أكثر من يوم يعني ما يتمش عملية التبول أو الخروج. نعم. يعني بس أكثر من 48 ساعة هذا مؤشر يعني لازم يستشار فيه طبيب يعني. نعم. فهذول الأشياء اللي تحصل يعني في البداية يعني. نعم ودكتورة هذه الأشياء الطبيعية. طبيعية. نتكلم الحين عن الأشياء اللي ما تكون طبيعية, هني يبدأ الدكتور يقلق والأم تقلق. يعني صار كل شيء عكس الأشياء الطبيعية. نتكلم عن هذه التفاصيل. بالضبط. فأنا من ضمن الأشياء زي ما حكيت إنه أحياناً تكون الجسم يكون وردي لكن الأطراف مثلاً إيدين ورجلين بيكون لونهم أزرق شوي. نعم. نقص أكسجين يكون. لا هاي طبيعي. اللي مش طبيعي لو كان في انزلاق حوالين الفم. نعم. وفي أي صعوبة في التنفس عند. نعم. خروج الطفل. نعم. أو طلع الطفل خامل وما يصرخ وما يتحرك يعني. طبعا والأشياء اللي مش طبيعية الأشياء الواضحة اللي تحدثنا عن اللحظات الأولى يعني. نعم. الأشياء الصراخ. الأشياء الواضحة اللي مثلا أي تشوهات واضحة. نعم. والأشياء زي ما حكيت يعني ما طلعش البول أو الخروج بعد كم يوم أكثر من 48 ساعة أو استمر يعني مثلا بالتقيؤ الشديد وال. نعم. طبعا ها كله بوجود الأخصائيين والأطباء يعني. تنتقل إلى مرحلة أخرى يعني إذا كان لا سمح الله في شيء غير طبيعي. أيوة. ودكتورة إذا تكلمنا الحين يعني يمكن تذكرتي منطقة أو وضعية التصاق الرضيع بالأم, نتكلم أيضا عن الخطوات الضرورية والأساسية للعناية بالطفل. يعني إحنا خلاص تأكدنا الطفل طبيعي وكل شيء الحمد لله في طبيعي, ماذا بعد ذلك؟ كيف نعتني فيه؟ طبعا الاعتناء بالطفل تكون يعني الأهم شيء توفير الحاجيات الطفل. نعم. وهم في هذه المرحلة يعني مرحلة حديث الولادة احتياجاته طبعا من التنفس ومن نوم ومن غذاء ومن عوامل نفسية وعاطفية يعني وتحفيز
وكذلك من العناية بالنظافة يعني. فلو تحدثنا واحدة واحدة، مثلا لو بدينا بالموضوع التنفس، انه اهم شيء التنفس، فلازم مثلا الام تراقب انه الطفل يتنفس طبيعي، ووضع الطفل دائما في وضع انه مثلا لو اخذنا موضوع النوم، انه ينصح الحين انه لا ينصح بوضع الاطفال على النوم على البطن، لانه اكتشفوا انه مثلا زادت من نسبة وفيات الفجائية عند الحديثي الولادة. فينصح انه الطفل يوضع على الجنب او على الظهر يعني. وتامين دائما مجرى الهواء، يعني ما يتغطش الوجه وهو نايم، هاي الاشياء. فتامين التنفس هي اهم شيء، العنايه بالطفل. والشيء الثاني والشيء الثاني طبعا لو جينا للغذاء، غذاء الطفل زي ما حكينا يعني من اللحظات الاولى يعني يوضع على ثدي الام وتبدا عمليه الرضاعه. احيانا بعض الاطفال على طول يمكن ما يبدوا عمليه فكثير من الامهات حديث اللي توهم والدين عندهم مشكله، هذه المشكله ان الطفل لا يرضع. ايوه فهني يصير فهي طبعا اللحظات الاولى يعني ممكن مش على طول، فلازم يكون بمساعده مثلا لو فيه طاقم طبي، ممرضات او اخصائيين يساعدوا الطفل، انه خاصه اذا كان الام مثلا اول طفل لها، يعني يساعد الطفل ياخذ الوضعيه المناسبه. صحيح. او اذا كان الطفل يعني احيانا يعطوه محاوله ثانيه، ممكن اول ما طلع من الولاده صرخ وبده ينام شوي، فيعني ممكن يجوا بعد ساعتين يجربوا يعني. فاهم شيء يوضع الطفل الوضعيه المناسبه، ممكن زي ما شفنا في التقرير. والوضعيه المناسبه انه لازم الطفل ياخذ الفم يعني تدخل الحلمه والهاله اللي حوالين، يعني يكون واخذ يعني مقص كامل فيبدا عمليه يعني المص. فبعض الأمهات زي ما انت قلتي يقولوا ما فيش حليب، هو اصلا في الايام الاولى ما تتوقع الام ان يكون في حليب كثير. حيكون في اللي هو احنا بنسميه اللبن، وهذه الماده الاوليه اللي هي قليله لكن غنيه ومفيده، من يعني تساعد على مناعه الجسم الطفل. وفي نفس الوقت مركزه، فيعني كميه بسيطه منها بتشبعه. فما تقول وبعد كم يوم ومع كثره الامتصاص، حتى ولو انه كميات بسيطه حيتكون الحليب يعني. فطبعا الغذاء هو طبعا عن طريق الرضاعه الطبيعيه. وبعدين يعني لو جينا الحاجات الاخرى مثلا النظافه والاستحمام. طبعا قلنا الماده الدهنيه هي يحبذ انه الواحد مش من اول وثاني يوم يعني يحمم الطفل ويشيلها، لانه هذه تقيه، الا اذا كان يعني في اوساخ واحتاجت الضروره انه يتم الحمام. هذه الخطوات الضروريه والاساسيه لكل ام تشيل بيبي لازم تعرفها، واكيد مساعده اهلها ومساعده المختصين طاقم العمل. نعم. ودكتور اذا تكلمنا عن التطعيمات، في كثير من الامهات يعني مش يخافون بس يساورهم قليل من القلق حول التطعيمات، نتكلم عن التطعيمات واهميتها للطفل. التطعيمات طبعا تبدا تطعيمات من اليوم الاول عادة، ولو اخذنا مثلا بالتفصيل الجدول اللي متبع في دولة الامارات. اللي هو يعني تطعيم الدرن اللي هي حقنة تعطى في الكتف اليسار في الجلد. فعادة وهي اسئلة عادة يطرح كثير من الاهل، انه يفكروا انه في التهاب وفي شيء يعني مش طبيعي حصل. لا هذا التطعيم بس حبيت انبه انه عادة بعد اسبوعين يتكون زي الخراج بسيط صغير. وهذا طبيعي، هذا معناته التطعيم بدا يشتغل ويعطي مفعول يعني. وبعدين يترك ندبه، هاي دليل دائما انه الطفل ما اخذ هذا التطعيم. تحليل سوري لقاح الدرن ومع التهاب او الجرعه الاولى من التهاب الكبد الباقي. هذا اول ما ينولد الطفل؟ هذا اول ما ينولد الطفل. هذول الاثنين طبعا تختلف من دول، يعني بعض الدول اللي مش منتشره عندها هاي الامراض ما يعني يستخدموها. وبعدين التطعيمات اللي تيجي بعدها، يعني في تطعيمات هم متشابهه عند الشهرين والاربع شهور والست شهور. والتطعيمات هذه عباره عن يعني في تطعيم خماسي اللي هو يتكون من الثلاثه اللي هو الدفتيريا، الخناق، والكزاز، والسعال الديكي. ومعه تطعيم الهيموفيلوس انفلونزا بي اللي هو يعني هي بكتيريا تسبب امراض كثيره عند الاطفال. ومع زياده التطعيم هذا وجدنا انه مثلا نسبه الالتهابات بالسحائي قلت، وامراض كثيره يعني في المجتمع قلت بعد استخدام هذا التطعيم. وبعدين في التطعيم معها الجرعه الثانيه من الوباء الكبدي. نعم. هل الدكتور كان يتكلم عن التطعيم الخماسي؟ هذا الخماسي في الثلاث شهور؟ في الشهرين. في الشهرين. في شهرين واربع شهور والست شهور. شهور. هذا الخماسي. الخماسي طبعا كلمة خماسي لازم يعني بالنسبة هذا اللي متبع زي ما حكيت في جدول دولة الإمارات. بعض الأماكن مثلا لو خذينا مثال المستشفى، يعني مثلا الخماسي ممكن يكون في تشكيلة ثانية خماسي. مثلا شايلين منه مثلا الوباء الكبدي وحاطين له شلل الأطفال. اللي ينعطى يعني بالحقنة، لأنه اللي بيتبع في دولة الإمارات للأطفال بصفة عامة شلل الأطفال بيكون نقط.
نعم. إلا في حالات يعني استثنائية بيكون نقط. فعندهم الخماسي اللي حكيت عنهم وشال الأطفال، وفي تحليل أضاف اللقاح أضاف حديثا يعني اللي هو ضد البكتيريا بيسموها عادة ضد التهاب الرئوي، بس هي سبب أمراض ثانية يعني. يعني هذه من كلامك دكتورة يعني هاللقاحات لها أهمية كبيرة جدا في وقاية الطفل من أمراض اللي لا سمح الله.